السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من بين المفاتيح المهمة باش ربي يعطي للبنات ديالنا السعد ويعطيهم الزوج الصالح والرزق الوفير، من بين هذه المهمات اللي كتسهل قراءة سورة يوسف عليه السلام. ذكرناها من قبل للسجناء، السجناء أنهم في قصرة يوسف الله تعالى يكرمهم من السجن إلى قصر الملك. أما الفتيات اللي بغى يعطيهم الله القبول يشوفوا فيها الجمال، حيت كاين الفتاة اللي جميلة غير منظورة، ما كتبانش، باش تعود منظورة وعلى السر وفين ما مشات قدمت واحد سيفي ديبلوم تخدم، عليها أن تقرأ سورة يوسف عليه السلام، خصوصا ذاك المقطع لما كان يوسف في دار العزيز. ولما رأته النسوة فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا المقطع من الآيات القرآنية من كرره يعطيه الله القبول في الوجه وفي الصورة وفي الكلام وفي المنطق وفي الرزق والقبول في كل مكان. مغيبش يخدم خدمة يقدم السيفي غدي غوتوليه، ولكن يقرب اليقين ويقرب الصدق، لأن هذه الصور القرآنية رغم أنها كلام رباني اللي هو في أحكام وفي تشريعات وفي تعاليم، ولكن ما نسوش فيه بركات وفيه نفحات وفيه أسرار لا تعد ولا تحصى، ومن بينها مفاتيح الفرج. أسأل الله تعالى كل من عنده أزمة أو شدة، أسأل الله تعالى أن يفتح له الأبواب المغلقة ببركة سورة يوسف، وأسأل الله تعالى أن يرزقه القبول في الأرض والسماء بنور سورة يوسف، وأسأل الله تعالى أن يرزقه من حيث لا يحتسب بجلال سورة يوسف. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.